لماذا نوم العصر مكروه؟ بحسب علماء المسلمين، لم يرد نص حديث صحيح يحرم أو يكره النوم وقت العصر، وإنما كره بعض السلف النوم وقت العصر لما في ذلك من ضرر للصحة، وكون أن المداومة عليه يؤثر على العقل، وقد رأى العلماء والحكماء والأطباء في ذلك الزمن عن طريق المتابعة والمراقبة والتجربة كذلك، وقد ورد في الشرع كره النوم قبل المغرب، وذلك حتى لا يفوت المرء صلاة العشاء. كما يرى العلماء أنه لا يجوز للمرء أن يضيع صلاته في النوم، بل عليه أن يلتزم بوقتها حتى لا تذهب عنه ويضيع الأجر. كما قال الرسول الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر في حديثه: من فاتته العصر حبط عمله. متفق عليه. دلالة على أهمية أداء صلاة العصر في وقتها، ولذلك على الإنسان أن يصبر عن النوم حتى يؤدي صلاته في وقتها حتى لا يضيع أجره من ثم ينام. وفي التالي الأحاديث التي وردت عن النوم وقت العصر، يرى معظم علماء الدين أن الحديث الذي يقول من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه هو حديث ضعيف، ولذلك لا يعتبر نوم العصر مكروها. فمن كان بحاجة إلى أن ينام في فترة العصر لحاجة أو ضرورة أو كما اعتادت بعض المجتمعات فله ذلك، ومن أراد أن يتجنب النوم في تلك الفترة من اليوم حتى لا تتأثر صحته ولا يؤثر على عقله ولا يضره فله ذلك أيضا. وكون أن بعض السلف وما روي عنهم من كرههم للنوم في وقت العصر، وإنما ذلك لما عرفوه وسمعوه من الأطباء والحكماء الذين كانوا يتأملون ويراقبون هذه الحالة، وبنوا هذه النتيجة على ما استنتجوه من ملاحظاتهم وتأملاتهم. وبحسب ما يقولوه بعض علماء المسلمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما نقل وروي عنه لم يكن يعرف عنه أنه ينام بعد العصر، بل كان قد اعتاد على أنه إذا صلى صلاة العصر كان يطوف على نسائه كما ثبت في الصحيح، وكان ينام بعد العشاء ولم يكن ينام بعد العصر ولا بعد الصبح.